إذا بدك تجيبي بيبي ستر أي سياسة بتختاري؟ حدا أمن له يعني؟ جيلبرت زوين؟ وهو ما بيحب اللي بيحكوا كتير. يا حبيبي كبسة زر بيعطيك الطول والعرض اللي بدك إياه. أنا بيخ أنا 911 راح عند دكتور عواتشي بيخ. بيضل الواحد يعني يحفظ آخرته معي. ما بيطلب الأسئلة ولا حتى المحاوي. بده أجوبة. على كل هالقصف عليه أنت وكنت لطيفة بتعتبري؟ صف عمرك. ما بيطلع بالك أوقات تسأل سؤال ما بينسأل؟ مرة غنيت له قال لي لو ما الكلمات ما عرفت الغنية. هيدا حكي مع عادل كرم. مشان هيك بقولهم فخر. ليلة 9:30 على الام تي في. وقام وهاب اعتزل الطلعة على التلفزيون وعلى الإعلام. فعلا رح تترك فراغ يا غالي. شو له طعمة بعد التلفزيون بلاك؟